سرعة تلبية النداء. الإمارات دائما ما نراها في طليعة الدول في أي أزمة تحدث، طليعة الدول في الجانب الإغاثي. على ماذا ترتكز؟ يعني سمعنا دوم تتردد يقولك الطائرات جاهزة، المستودعات جاهزة، وسرعة كذلك تلبية النداء هذا دليل، أليس كذلك؟ نحن الله يحفظ دولة الإمارات مو بدولة أقوال وإنما دولة أفعال، دولة إنجازات الله يحفظك. نحن تعلمنا شيء في الإمارات، إن إذا جانا الأمر أو جانا الطلب من خارج الدولة لأي مساعدة ما ننفذ غدا، ننفذ أمس. عرف كيف؟ فلازم نطلع عملك في ناس محتاجة، يعني عندك أطفال، عندك كبار السن. اللي نشوف الإعلام يمكن هذا يمكن أتوقع 1% من الواقع اللي صاير هناك عندهم الحروب. تخيل إنسان بلا مأوى، إنسان بلا أكل، إنسان بلا شرب، إنسان مريض، إنسان بحاجة لغسيل كله لا سمح الله، بعيد الشر، بعيد السرطان لا سمح الله، الطفل الرضيع ما يبي يشرب، ما يبي يأكل، ما يبي يعيش. فالتأخير هذا يمكن ناس تموت لا سمح الله. فهذا السبب نحن في الإمارات ما عندنا ليل أو نهار أو خميس أو الجمعة أو السبت أو أحد. أنت شفت الحمد لله لصاحب سمو الشيخ محمد زايد الله يحفظه أطلقه للدعم لبنان. سمو الشيخ دياب محمد زايد زار موقع اللي كان في ميناء أبوظبي يوم السبت، كان يوم إجازة. صح. كل دول العالم يوم الإجازة ما حيشتغل، نحن في الإمارات ما نعرف إجازة أو عيد أو خميس أو جمعة أو رمضان أو غير رمضان. صحيح. نحن بلا شغالين 24 ساعة. وهذا تعلمه الشيخ زايد، يعني الشيخ زايد الله يرحمه يغفر له شفناه ميداني في المزارع موجود، عند بناء الطرق كان موجود الله يرحمه يغفر له، عند بناء البيوت كان موجود ويعمل زيارة مفاجئة الله يرحمه يغفر له، في الليل في النهار كان شغال. فهذا طعمك أول شيء الإنسان يخدم بلاده ويخدم قيادته ويخدم هله، وفوق كل هذا تحصل إن شاء الله كلنا إن شاء الله نحصل أجر، وكل هذا في ميزان حسنات الشيخ زايد الله يرحمه يغفر له آمين اللي علمنا هذا الشيء. آمين يا رب.